حاول وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز طمأنة السياح الأجانب الزائرين للعاصمة باريس، وهذا بعد سلسلة الأحداث الإجرامية وعملية النشل التي استهدفت سياح القارة الآسيوية. سلسلة الاعتداءات أغرقت السياح الأجانب وأغلب المتعاملين في القطاع، خاصة في دول آسيا. محافظة الشرطة اعتمدت مخططا خاصا وضعفت من أعوان الأمن. باريس مدينة آمنة، نحن متيقنون من وجود هذه الآفات النشالين، كذلك هناك العنف الذي تطورت أشكاله في فرنسا وباقي دول العالم. هذا المخطط الأمني الذي اعتمدته العاصمة باريس من المنتظر أن يعمم في مدن فرنسية حساسة أخرى. ظاهرة النشل والاعتداءات أقلقت السياح كما يقول هذا السائح الألماني. لقد سمعت الكثير قبل أن أجيء إلى هنا. الأخبار التي وصلتني في الوقت الراهن سيئة بسبب انتشار النشالين، لذا تركت أموالي آمنة في الفندق ولم أحمل معي سوى الحد الأدنى. جدير بالذكر أن ظاهرة النشالة كانت قد أدت إلى تنظيم حركة احتجاجية بمتحف اللوفر في آذار الماضي لتقي ناقوس الخطر ومكافحة هذه الظاهرة.